يقول من استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. جيد هذا. يعني أنت تنام تقوم الصبح ولا مربوطة بيدك خيط، مربوط بيدك خيط ومعه صرة، تفتح الصرة اللي فيها 10,000. زين، من ال10,000 هذه الأصل اللي رابطها معطيك يا هدية، واضح ولا لا؟ فهي لك. فهذا المال لمن من وجد مالا في يده أو في جيبه وهو نائم أو من الحلم، ممكن جني حاط لك هالمال هذا، المهم أنه ملكك، المهم أن هذا المال يكون ملكا لك. طيب.